بسم الله، النهاردة اعتبره درس موسيقى. تمام، أنا أول مرة أدي موسيقى، بس هو درس هنتعلم إزاي نتحكم في سرعة الصوت في برنامج سكريتش. أي حاجة أنا بعملها في قلب برنامج سكريتش ممكن أحط لها صوت، حتى لو هرسم مستطيل، مربع، هرسم أي حاجة، ممكن أقول له ارسم خطوات أو صوت طول ما أنت عمال تتحرك. فإحنا ممكن نحط بلاي ساوند، ده صوت القطة. تمام، ممكن إن أنا أحط درام، بلاي درام، وعندي أنواع كتيرة زي ما انتم شايفين. هقول له سمعني الصوت. طيب الصوت ده هل هو سريع ولا بطيء ولا اتحكم فيه ازاي؟ هقول له تكرار، وأخليه مثلا 5. تمام، السرعة بتاعته عادية، عايز أخليه مرة سريعة ومرة تانية بطيء بهدوء عمل قديم. تمام، هدخل هنا في الساوند واروح قايل له ايه، اظهر لي التيمبو. التيمبو دي مجرد بس بيقول لي السرعه بتاعتي كام. ماشي، طيب انا هقول له عندي هنا اداه بتخليها تتحكم في التيمبو، كام بيتس في الدقيقه. لو قلت له خليها 60، نروح ده هنا مرتين بس 60، بص بقت سريعه شويه. طيب لو خليتها مثلا 200، نص السرعة. تمام، 20، تك 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 تك. تمام، طيب عندي حاجة شينج تيمبو دلوقتي، ده 20 وده 20. أنا بدوس كده تلاقيه جمعهم لي وخليهم 40، ممكن أزودهم كمان. دلوقتي اللي هيحصل هيجمع ال 20 مع ال 20 مع ال 20، هيبقوا 60. ممكن اخلي ده مثلا بالسالب. تمام، 20 زائد 20 ناقص 20 بيساوي كذا. طب لو قلت له 6، اخر واحد 6 بتمسح كل اللي فات. تمام، يبقى 6 خلاص، اول ما اوصل ل 6 يبقى كل اللي فات راح ويبدأ رقم جديد. تشينج بيزود او بيطرح حسب هي بالموجب او بالسالب. طيب 60. تمام، دي بعض الحاجات اللي بتحكم فيها بالصوت. ممكن اسجل انا صوتي، اجي هنا واروح اقول له ريكورد سجل، او ادخل هنا في الساوند واقول له انا عايز اسجل انا صوت حاجه جديده. تمام، اي حاجه انا عايز اسجلها بتبدا تسجل، واول ما اخلص اقول له ايه، فينش ريكورد. الو 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 الو، سجلت. اه كويس، تمام زي الفل. الو 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 الو، سجلت. اه كويس، تمام تمام، زي دي كانت الفل. مجرد يعني شوية تجارب كده في الصوت. تمام، بحيث ان انت ممكن تسجل اي صوت. لو حد يعرف يعمل صوت احمد موسى يا ريت، يعني ست صوت مميز كده، معرفش بيركبه ازاي، بس يعني الله المستعان.